يا جماعة بهذا الفيديو راح نلعب لعبة جراني ذا افتر لايف. يعني جراني ميتة، جراندبا ميت، ام سلندرينا ميتة، بنت سلندرينا ميت، ولكن ليبيا في عندك نصفات عايش. طبعا احنا لازم نحاول نحررهم كلهم عشان نقدر نهرب، لان كل واحد منهم بيكون معاه قطعة مهمة من الاشياء بتساعدنا عشان نهرب. فطبعا قبل ما نبلش الفيديو ما تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، فعلوا جرس التنبيهات عشان تصلوا كل جديد، وشاركوا هذا الفيديو لاصدقائكم كلهم يا جماعه، وصلوا ال 30 لايك، واذا انتم جاهزين يلا خلونا. هاي هيك يا جماعه بنكون بلشنا اللعبه. والله طلع يا زلمه شكلهم كثار يا زلمه، والله العظيم ظل كثار يا زلمه. بس عموما خلونا نكمل. If your game is not running over, لا سيبو من هاي بلشنا هيك. ضبط المايك بس صوت الموسيقى فيها كتير عالية والله. استنوا شوية بس ايش كبسة. اوكي يا جماعة اي قضانا تمام بكون اي كانت من اسمان رد ماي باي كان بريك بس ام بعرف ام بربرا Slendrina Tilly is around somewhere. I'm in a sick mate. Because humanity is on the verge of extinction, and you are the last of your kind. Haram! مش خمس ايام نصب زعشو يوم واحد والتحكم مش التحكم. طلع حطينا موسيقى حزينة برضو. خلاص سكيب انترو سكيب. في كثير أشياء أنا مو لاقيها. The exit key مع جرامي حلو. ترى ما قريتش والله شي شو كنت بتحكي والله. مين صحاك عزيزي؟ نعم ذا متى؟ مش فاهمة عندي. لا عبود! أحد أحد! لا إله إلا الله! لا إله إلا الله.
مش عارف شو اسم المفتاح اصلا. سكيب سكيب يا زلم، خلاص يا زلم تضرك تعيد لي فيها يا زلم. فيش كبس سكيب انترو من البداية. دارت رجع ما تركي. هذا ايش المفتاح اسمه؟ طب انا بدي اسم المفتاح. وين هذا العبيط قاعد بالحق فيي؟ لعب مرتب. لا تعلموا يا جماعة تلعب لعبة المعلقين زيي. قطاطة بندر كله لا. يا رب ما انزلت الكلاب. يا رب ما انزلت الكلاب. مبارك سبحان. هذا المشكلة مش عارف هو مفتاح ايش. وانت ليش تصحيها؟ بطل يحرك راسه. مش معطيني شو اسمه. الله لا يوفقك إلهي. يا جماعة آخر محاولة متفهم إشي. المشكلة مش عارف شو اسم شو اسمه اسم المفتاح. فأنا عم بحط المفتاح نفس أعرف شو اسمه. أنا لابس سماعة منيح بس. بدي شاكوش. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا سلندرينا كثير بتطلع اوفر؟ مشكلة سلندرينا شوي اوفر باور. بس زي انا لما انزنقت انا الحمد لله. لا إله إلا الله. اكتب لكم الترجمة بالمونتاج يا جماعة. ما. ولا يا نصابة نصب غش احتيال جميع ما ذكر. هاي بقدرش اعمل اشي. طبعا بس يا جماعة هذا فيديو تبعنا اليوم. اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. ما حد يجي يطلبها مني لان انا مش عارف شو اعمل. شو والله ما منطق. بمشي باب مسكر معي مفتاح بفتحش. شو فايدة المفتاح الله اعلم.
وطبعا قبل ما طبعا انسى حط لايك واشترك بالقناه مع التنبيهات ونجمع نصور دي لايك بس كمان مع زي مين مع السلامه.